أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان أول حلقة في سنة 2022 طبعاً بث مباشر على القناة الفضائية قناة الحياة برنامج ليكن نور عنوان حلقتنا اليوم وموضوع كتير كتير مهم في بداية السنة "قد جعلت قدامك الحياة والموت اختر الحياة" برحب بكم اجمل ترحيب وصلاتي في هذا العام يكون عام مميز سنه مباركه مثمره على حياتك بصلي هيك سنه تعويض سنه استرداد وامتداد في نفس الوقت ونشوف حصاد كثير لمجد الرب ونشوف ملكوت المسيح عم بيمتد في كل مكان كيف ولا فهو الحياه وهو رسالة ومصدر الحياة وهو يريد كل شخص أن ينال الحياة وهي الدعوة اليوم من خلال الموضوع اللي تكلمته أن تكون فعلا من نصيبك اليوم واختيارك وقرارك في هذا اليوم في اسم الرب يسوع المسيح ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل اهلا احبائنا مشاهدينا مره ثانيه برحب فيكم في هذه الحلقه بعنوان قد جعلت قدامك الحياه والموت اختر الحياه وهذه صلاتي لكل شخص بشاهدنا اليوم انه يختار الحياه خليني في البدايه اعطيك خلفيه عن هذا الموضوع موسى بيتكلم لشعب اسرائيل وطبعا كتابة الوحي إعلان من الله لموسى وعم بيتكلم للجيل الثاني الجيل اللي عاش في الصحراء لم يهلك كما حصل مع الآباء بسبب خطيتهم ورفضهم للرب هذا الجيل عم بيوصيهم موسى أن يحبوا الرب يلتصقوا بالرب يعبدوا الرب ويسمعوا لصوت الرب وهذا الجيل اللي كان طبعا من ابن عشرين ما دون كبر لأنه عاش في الصحراء وصلوا إلى منطقة تسمى سهول مؤاب وعند سهول مؤاب عملوا الكامب الكبير المعسكر الكبير وهناك كان في يعني في الإصحاحات الأخيرة من سفر التثنية اللي بتختم على التوراة التوراة يعني أصفار موسى الخمسة اللي هي جزء من العهد القديم جزء من الكتاب المقدس طبعا إخوتنا اليهود بيقولوا بيسموها التناخ شو التناخ هي عبارة عن ثلاث أحرف لثلاث كلمات ترات نفئيم اكتفيم وهي بتلخص كل الكتاب المقدس في العهد القديم التوراة نفئيم أي الأنبياء كتوبين اي الكتابات مثل سفر المزامير والاصفار الشعريه الى اخره الملخص وهذا ما ذكره يسوع المسيح في العهد الجديد ان هذه الاصفار مكتوبه عنه في هذه الاصفار عم بيختم رجل الله موسى للجيل التالي الجيل اللي لازم يعبر الاردن ودخول ارض كنعان عم بيعطيهم توصيات وهي التوصيات احبائي ابتدات في سفر التثنية اصحاح 28 وهذا الاصحاح يسمى اصحاح البركات واللعنات وهذا الاصحاح يتعلق بكلمتين والكلمتين يعني ان سمعت او ان لم تسمع في بداية الاصحاح في 28 يقول ان سمعت سمعا لصوت الرب الهك لتحرص ان تعمل بجميع وصاياه التي انا اوصيك بها اليوم يجعلك الرب الهك شعب او مستعليا على جميع قبائل الارض، وبعدين بيتكلم عن كل البركات نتيجه السمع، السمع هون الكلمه العبريه اشمعاه تعني سمعا وطاعه في نفس الوقت وخضوعا لكلمه الله. فبتحل عليك البركات لما بتسمع لصوت الرب بتكون مبارك في المدينه في الحقل ثمره بطنك ارضك دخولك خروجك يأمر لك الرب بالبركه في خزائنك وفي كل ما تمتد اليه يدك يزيدك الرب خيرا في ثمره بطنك يفتح لك الرب كنز الصالح السماء لتعطي او ليعطي مطرا وهكذا يجعلك الرب رأسا لا دنبا وتكون في الارتفاع فقط ولا تكون في الانحطاط لكن من ناحية الثانية يقول ولكن إن لم تسمع لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصايا وفرائضة بتكلم بقول تأتي عليك اللعنات ملعونة تكون ثمرة بطنك يرسل الرب عليك اللعن والاضطراب يلصق بك الرب الوباء حتى يبيدك من الأرض تكون سماؤك التي فوق رأسك نحاسا يعني حتى الصلاة لا تستجاب يجعلك الرب منهزما أمام أعدائك تكون قلقا في جميع ممالك الأرض يضربك الرب بجنون وعمل وحيرة قلب مظلوما مغصوبا فلا تكون إلا مظلوم ومسحوق كل الأيام وتكون دهشا ومثلا وبيتكلم عن يعني يكون لك زيتون ولكن بزيت لا تدهن وهكذا لأنك لم تسمع صوت الرب إلهك وبعدين بقول إن لم تحرص لتعمل بجميع كلمات هذا الناموس المكتوبة في هذا السفر لاحظ الكلام لتهاب هذا الاسم الجليل المرهوب الرب الهك واليوم انا عم بفكر وانا بقرا في الايه كم من الناس اللي بتستهين بالرب فالخطيه هي احتقار واستهانه ضد الرب بلاش كم من الناس وهي لا تدري انها كما يقول الكتاب لا تنطق باسم الرب باطلا كم الناس اللي بتحلف واللي بتكذب واللي بتعيش حياه الكذب والرياء والتملق بتعيش حياه خادعه ومخدوعه بتعيش حياه يعني في داخله شيء وامام الناس في شيء ولكن الرب قال من ثمارهم تعرفونهم فاذا حتى يعني بقول هذا الاسم الجليل المرهوب كم من الناس مثلا في الشرق الاوسط التي تنطق باسم الرب كم من الناس أمام كل جملة بيستخدموا كلمة الله وبيحلفوا بالله وكل كلمة ببرقوها في الله بلاش كم من المؤمنين اللي بتقول أقول الصدق وأتكلم بالصدق ولكنه كأنه يحلف لأن الكتاب يعلم ليكن كلامك نعم نعم ولا لا فمنستخدم حتى التعبيرات لبروفيشنال في لغتنا حتى يعني كأنه الله يصبح مخلوق على صورتنا منجيبه في كل الأوصاف وفي كل الكلام بتاعنا حتى نحمي أنفسنا ونبرر أنفسنا ونكون في الصورة الجميلة صورة طبعا البر الذاتي ولكنه هذا رياء فبيكمل موسى طبعا في خطاباته ولا سيما في إصحاح 30 وبيكمل 31 بقول بل الكلمة قريبة منك جدا في فمك وفي قلبك لتعمل بها انظر قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر بعدين بأكد في آية 19 اللي بيحكيها بصيغة يعني بحط الإنسان تحت قرار مهم جدا بقول في آية 19: أشهد عليكم اليوم السماء والارض، السماء طبعا وين حضور الرب والملائكه كانه بقول اشهدوا والارض اللي هي طبعا الناس وممالك الناس بقول قد جعلت قدامك الحياه والموت البركه واللعنه فاختر الحياه لكي تحيا انت ونسلك اذ تحب الرب الهك وتسمع لصوته وتلتصق به لانه هو حياتك والذي يطيل ايامك على الارض نعود بعد هذا الفاصل اخوتي واخواتي الاحباء أهلا أحبائنا مشاهدينا يقول النبي موسى رجل الله العظيم للجيل الثاني في سهول مؤاب كلمات مهمة جدا واليوم الشباب طبعا يسمعوها لأنه رسالة مهمة جدا هذا هو نداء إلهي هذا صوت إلهي وهي رسالة طبعا رسالة إنذار ورسالة تحذير في نفس الوقت ولكنها رساله توصيه ايضا في نفس الوقت، ولاحظ عندما يقول اشهد عليكم السماء والارض الكلام اللي انا بكلمكم يعني شوف معاملات الله العجيبه انه بيكلم من يكلم الانسان التراب الحقير ومع كل هذا عم بحذره لانه برضه الرب يعني هو عم بيكلمهم لاحظ يعني بقول يعني في نفس الاصحاح وقال الرب لموسى ها انت ترقد يعني راح تموت مع ابائك فيقوم هذا الشعب ويفجر وراء الهه الاجنبيين في الارض التي هو داخل اليها فيما بينهم ويتركني وينكث عهدي الذي قطعته معي وبعدين بيكمل يعني اذا بتلاحظ حتى في الخطاب اللي بيتكلموا فيه موسى في الاصحاحات آه الاخيره عم بيوصي الشعب كمان مره انه ينتبهوا لانه حتى وموسى بعده عم بيقول ان انتم شعب صلب الرقبه وراح تبعدوا عن الرب تخيل هو عم بيحذرهم فاذا هنا بنشوف في توازن في الصفات الإلهية أحبائي منشوف من خلال هذه الكلام وهذه الدعوة هي دعوة للحياة ودعوة للحياة لاحظ الكلام عم بتكلم هون أشهد عليكم السماء والأرض هون الله مش عم بيرغم ولا بيجبر أي إنسان إنها حرية الاختيار حريه القرار وهذا ما تتميز به المسيحيه نعم الله هو السيد له السياده والسلطان المطلق الكامل وهو غير محدود في الزمن فهو خارج عن نطاق الزمن ولكنه يتعامل في نطاق الزمن هذا الاله العظيم اللي خالق كل الاكوان والكواكب اللي بتحتاج الى ملايين السنين الضوئيه حتى يعني تذهب من كوكب لكوكب تخيل مع هذا الاله العظيم بهم امرك لانك انت مخلوق على صورته ومثاله الصوره الادبيه الروحيه بيهتم بحبك وموضوع الفداء فاذا حريه الاختيار وهذا طبعا ضد عقيدة القضاء والقدر أحبائي الله هو يعلم العالم بكل شيء والله هو القادر على كل شيء والله هو الحاضر في كل مكان وفي كل زمان فهو الإله اللامتناهي هو الإله الأزلي السرمدي هو الذي قال عن نفسه أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الحي إلى أبد الأبدين الكائن الذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء ولكن عندما يتعامل مع الإنسان أعطاه حرية الاختيار حرية أدبية حرية أخلاقية وانا نتكلم على حريات مادية ولا فلسفية أحبائي في كتير أشياء إحنا ما بنختارها أنت ما بتختار جنسك أو خلفيتك ولا حتى بتختار اسمك ولا بتختار شكلك أو لونك ولا حتى بتختار زمن ولادتك ولا حتى بتختار مكان ميلادك أو ميعاد هذا الميلاد، يعني في كثير أشياء ما إحنا بنقدر نختارها لكن إحنا ممكن نختار المصدر الحقيقي للفرح والسعادة والحب والسلام نختار الحياه وهذا من نصيب كل واحد منا فاذا السؤال ماذا تختار وهذا هو متعلق بك عزيزي المشاهد لكن الله يقول جعلت قدامك لاحظ الحياه والخير الموت والشر يعني في اربع كلمات الحياه والموت او الحياه والشر البركه واللعنه فاذا اما انت بتختار الحياه وبتختار الخير او بتختار الشر الذي يقود الى هلاكك وحتما يقود الى دمارك والى موتك ولكن الرب يقول لك اسمعها من عندي انا بنصحك اليوم اختار الحياه لكي تحيا انت ونسلك من بعدك بتعرف هذا القرار كان لازم يعمله يشوع اللي هو خليفة موسى قال يعني يشوع لشعب إسرائيل نفس الجيل اختاروا اليوم من تعبدون إما آلهة ايفر يعني أي آلهة السوريين الأمريين أي آلهة أخرى ولكن اسمعوها مني اما انا وبيتي يعني احنا بنختار اما انا وبيتي نعبد الرب نحن نختار ان الرب يكون الهنا والرب هو الاله الحقيقي وحده ونحن نختار ان نعبد وان نسجد للرب وحده هذه تكررت في ايام إليّ النبي قال إليّ اختاروا لانفسكم من تعبدون ان كان البعل اللي هو آلهة الفينيقيين قديما وآلهة برضو صار آلهة كنعان اختاروا لأنفسكم من تعبدون يعني من تتبعون إما البعل أو الله فيعني كلمهم في الصميم قال حتى متى يعني تعرجون بين الفرقتين في حسم ما فيك انك انت تختار الله وتختار الهه، هي مشكله الاسرائيليين في العهد القديم اختاروا عبادات مع عباده الله والنتيجه انه الله ارسلهم الى السبي فاذا اختاروا لانفسكم من تعبدون او من تتبعون ان كان البعل فاتبعوه وان كان الله فاتبعوه وعندما راوا المعجزه العظيمه على جبل الكرمل اذ نزلت نار الرب وكان امر واضح الهي سقطوا على الارض وقالوا الرب هو الله الرب هو الله بحب الايه اللي في العهد الجديد مكتوب عن مريم هو ابتدات الايه مع مرثا قال لها يسوع مرثا مرثا انت تهتمين وتضطربين لاجل امور كثيره ولكن الحاجه الى واحد فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لا ينزع منها وصلاه اليوم تكون حكيم كمريم تختار الرب يسوع المسيح ابقوا معي ساعود بعد هذا الفاصل أهلاً أحبائنا مشاهدينا مكتوب قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة فاختر الحياة نصيحة الرب اختار الحياة اليوم أحبائي خليني أحكيها بكل بساطة ويمكن أذكر ثلاث أو أربع أمور وهذا لازم أنت تعرفها في غاية الأهمية اولا احبائي يوجد في الحياه قراران واختياران اما ان تختار الحياه او تختار الموت وهذا الجواب انت اللي بتعطيه. شيء ثاني يوجد بابان في الباب الضيق وفي الباب الواسع موجوده في انجيل متى اصحاح 7 آية 13 وآية 14. قال يسوع: أنا هو الباب إن دخل بأحد فيخلص. فإذا في باب وحيد لا تستطيع أن تدخل منه إلا من خلال يسوع المسيح، فهو الذي قال: أنا هو الباب. شيء ثالث يوجد طريقان. طبعا يعني في بسفر الأمثال يعني في طريق تظهر للإنسان أنها مستقيمة عاقبتها الموت إذا الإنسان مش منتبه إذا الإنسان مش واعي في طريق الموت والانحدار إلى الموت وفي طريق الحياة لكن المسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به خليني اضيف شيء رابع، في شيء رابع يوجد مصيران وهذه المصيران ما فيش ثالث يعني ما فيش فتره انتقاليه ولا فتره مطهر ولا اي فتره، احنا بنتكلم بحسب ما يقول الكتاب المقدس. المصير اما جهنم النار الابديه الى ابد الابدين واما الحياه الابديه من خلال يسوع المسيح، فلاحظ الأربع أمور في اختيارين اختار الحياة. في طريقين اختار طريق الحياة. في آه بابين اختار يسوع. وفي مصيرين اختار الحياة الأبدية. وأنا بصلي أنه هذا يكون قرارك من كل قلبي في هذا اليوم. اسمع ما يقول الكتاب المقدس في يوحنا صاح الاول خليني ابتدي من اولها كنت بدي اقتبس ايه اربعه من الاول في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلمه الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان لاحظ فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، ولكن طبعا والظلمة لم تدركه، فإذا الحياة أقوى من الموت والنور أقوى من الظلمة. قال يسوع المسيح، وهي آية مصيرية، اسمعها. قال يسوع: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. فإذا يعني احسم الأمرك لأن الله ما عندوش ديانات عنده دين واحد يا أنت في المسيح أو خارج دائرة المسيح يا بتختار الحياة يا بتختار الموت وهذا أنت القرار بتعمله على الأرض والرب تكلم بشكل واضح في الكتاب المقدس يقول أيضا أحبائي في كلمة الله في يوحنا إصحاح ثلاثة الذي يؤمن بالابن له حياه ابديه والذي لا يؤمن بالابن اي كلمه الله يسوع المسيح لن يرى حياه بل يمكث عليه غضب الله الايه الذهبيه لكلياتنا بنحبها من خليني ابتدي من ايه 14 يوحنا 3 14 وكما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان <applause> لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. وهذا طبعا يعني الله لم يرسل ابنه الى العالم في اي أيوة 17 ليدين العالم بل ليخلص به العالم وهي الآيات واضحة أن يسوع هو الحياة لاحظ ما يقول في يوحنا 17 والآية 3 قال وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته طبعا لألا أحبائنا يقولها عم بقول أنه الله أرسل يسوع المسيح طول روحك اقرأ آية أربعة وآية خمسة وما تنقص في الآيات لأنه كتير مرات بتكون اقتباسات آية لمصلحتك لكن اطلق, اطلع اتطلع على سياق الحديث الرب يسوع قال العمل الذي أعطيتني إياه قد أكملته بعدين في آية خمسة والآن مجدني أيها الرب بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم فاذن يسوع المرسل من السماء هو نفس الكائن اللي كان عند الله كما اقتبست من يوحنا الاصحاح الاول والكلمه كان عند الله اخوتي واخواتي يسوع المسيح هو مصدر الحياه انا هو الطريق والحق والحياه ليس احد ياتي الى الاب الا بي انا هو القيامه والحياه من امن بي ولو مات فسيحيا وكل من كان حيا وامن بي فلن يموت الى الابد قال يسوع لمرثا اتؤمنين بهذا ثم قال لها ان امنت ترين مجد الله خليني اسالك سؤال هل سمعت اي نبي عظيم خلينا نقول اعظم الانبياء مثل موسى وايليا ويوحنا المعمدان هل سمعت اي شخص منهم انه بيصنع معجزه باسمه او بيغفر باسمه او الايمان باسمه هل سمعت اي شخص يقول انا هو الطريق والحق والحياه هل سمعت اي شخص يقول انا هو القيامه والحياه اه ممكن تسمع ولكن شو اللي بياكد لي ان المصداقيه العظيمه في هذا الموضوع هو قيامه يسوع المسيح من بين الاموات مشان هيك الشيطان بيكره صلب المسيح وقيامه المسيح يعني بيكره فكره الفداء مشان هيك حط كل قوته انه يحارب هذه الفكره ولكن واضح الكتاب المقدس من التكوين للرؤيا يسير بتسلسل وتناغم وانسجام كامل تام يعني كل الصفحات تركز على محور الرساله هو يسوع المسيح قال يسوع خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها بعدين بيكمل بيقول وانا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك الى الابد يسوع هو الحياه يسوع هو مصدر الحياة يسوع هو هو المصدر هو المصب هو التدفق بل هو حياة الحياة هو مانح الحياة هو الذي يمنح الحياة وطبعا هو الذي قال كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة المسيح أحباء مكتوب عنه كما قال هو بفمه ها انا حي الى ابد الابدين والرسول يوحنا يقول عن يسوع المسيح هذا هو الاله الحق والحياه الابديه اوعك تلعب لي بالكلام هنا يوحنا كان يهودي ومن اسمه كان واضح قريب من عائله الكهنه لانه يوحنان يهوى يتحنن فالاسم تعبير عن عائلة الكهنة وكان يهودي وإحنا عارفين بدون أي بغض النظر حبيتهم اللي كرهتهم إحنا بنعرف أنه أكثر شعب حافظ على هذا الحق والوحدانية والتأكيد على على وحدانية الله هو هم اليهود فتخيل كل اليهود اللي آمنت في هذا الموضوع ورأوا من خلال يسوع أنه هو الإله الحق والحياة الأبدية فما عليك ترمي كلام بدون برهان وبعدين عم بخوفوك بقول لك الكتاب المقدس محرف عشان لا تقراه أو إنه بيسحرك ولو إحنا عايشين بالقرن الواحد وعشرين كم من الكتب الإلحاد اللي بنقرأها وكم قرأنا كل الفلسفات والكتابات هذا قرار هذا اختيارك أنتِ ولكن صدقني أنا بعرف كل إنسان من جوا عنده بحث ويريد أن يعرف الحق والطريق ويختبر الحياة لابد أن يأتي إلى يسوع المسيح وإلا ليه نحكي عن هذا الموضوع إذا مش متأكدين أنه يسوع هو الحياة فإذا هذا مهم جدا إخوتي وأخواتي اللي بيشاهدونا خلينا نروح لفاصل بعدين رح ارجع نكمل حديثنا وصلب يسوع بين اصين وبهذا تم ما تنبا به انبياء الله منذ مئات السنين اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان. قبل ما ابتدي اخذ مكالمات بس على قلبي اشارك شيء مهم جدا. الله ما عندوش اديان بحيث انه كل دين بوصلك الى الله. واليوم طبعا بهاجمونا في موضوع الحق المطلق انه بغض النظر الحق اللي عندك مش بالضروري يكون عند يعني شخص تاني أول شيء أنا عاوز أقول إنه الله لا يناقض نفسه والله اللي أعلن عن نفسه في كلمة الله في الكتاب المقدس ما عندهش طرق عنده مخطط واحد عنده طريق واحد عنده إرادة واحدة خلق الإنسان وعنده مصير واحد في نهاية الأيام إما مع الله في السماء أو منفصل عن الله في الجحيم لكن خليني أرجع وأكرر مرة تانية يمكن ذكرتها عدة مرات ولكن هذا مهم جدا تعرفه أنا بحبش المساومة ولا المسايرة ولا التهادن على حساب الحق الكتابي لكن قلت هذا ولكن من ناحية تانية أنا بحب كل الناس بحب الجميع بغض النظر عن كل اختلافاتنا لكن بحب كل الناس، لكن أنا بتكلم لأنه اختبرت يسوع من كلمة الله فبتكلم من كلمة الله. فعاوز أشارك بعض الأمور السريعة. الكتاب المقدس يقدم نفسه على أنه هو كلمة الله الوحيدة الموحى بها من الله. لا يوجد كتاب آخر، يوجد كتاب واحد هو الكتاب، آه في كتب تانية تاريخية اي كتب اخرى تحطها تحت مصنفات ثانيه لكن بالنسبه لمعاملات الله في كتاب واحد، طبعا الله مش محدود بطريقه الاعلان فهو بيعلن عن ذاته في اي وسيله في اي طريقه. طالما اعلن عن نفسه من خلال يسوع فاذا هذا الاعلان من خلال الكتاب المقدس، فالكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد كلمه الله. هو الدستور الوحيد اللي احنا بنمشي عليه وحتى قبل مجيء المسيح لما بيتكلم عن اخر الايام في مجيء المسيح الكذاب واحدة من المواصفات انه العالم رح يكون في الاثم والشر يعني مش رح يكون في شريعة ولا ناموس اللي هو كان اللي بيحجز الاثم وجود الكنيسة وجود الروح القدس على الارض فاذا رح تتحول الى فوضى ولكن احنا اللي ماشيين عليه الدستور والمرجعيه حتى القوانين اليوم اساسها هو كلمه الله من خلال اعلانه من خلال هذه الـ الـ الكلمه. اه شيء ثاني احبائي الله هو الاله الوحيد الحقيقي لا شريك له. يعني هو الاله الوحيد ما فيش الهه اخرى. اي الهه اخرى كما سماها بولس تعتبر وثن تعتبر اصنام مشان هيك احنا لازم ننتبه في اولوياتنا وحياتنا وما نحطش الله بصوره محدوده لانه الله تكلم بكل وضوح لا تصنع لك تمثالا منحوته ولا صوره ولا اي نقش ولا ولا حتى لدرجه انه وبخ الشعب القديم عندما مارسوا هذه الرجسات وبهاي الحالة احنا عم نجلب اللعنة خلي بالك موضوعنا البركة واللعنة الحياة والموت عم نجيب موت مش بس لكنايسنا وحياتنا لبلدنا كمان لان طبعا اذا البلد عايشة في الشر والفساد لكن في كنيسة اللي المفروض شهادتها تكون بحسب كلمة الله فصرنا نعمل وساطات بشرية ننحت أصنام ومنحوتات وصور وكل الأشياء وصرنا نعبدها يعني بكلمات أخرى فالله هو إله غيور مكتوب لا يبرئ اللي بمارس هذه الأمور الله هو الإله الحقيقي وحدك كما قال يسوع أنت هو الإله الحقيقي وحدك وعندما واجه الشيطان بالتجربة قال له للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد مرة تاني برجع بكر اللي بتهمونا في الشرك وكذا بليز انتبه لكلماتك انت عم تتكلم لناس ما عندهمش أي فكرة عن إيش بتحكي لأنه احنا بنعبد الله الواحد فبتأمل إنه هذا الشيء يعني بفيدك شيء ثالث يسوع المسيح هو الطريق الوحيد للخلاص ليس بأحد غيره الخلاص خلاص ما فيش وسيلة ما فيش طريقة إلا يسوع المسيح شيء تاني بشخصية أو هوية يسوع هو الذبيحة النهائية الكاملة لا توجد أي ذبيحة أي وسيلة أي إعلام آخر بعد المسيح وطبعا هو الاعلان الكامل والاخير، اعلان الله للبشر من خلال الابن، وهل يعقل انه من بعد ما الرب اعلن من خلال ابنه يكون في ديانات وفي يعني امور يعني او سياسات او او الى اخره بعد الشخص الكامل الذي لم يفعل خطيه، بعد الشخص الخارق بعد الشخص اللي فيش مثله ولا ممكن تقارنه حتى عيب نقارنه في اي شيء في هذا الوجود ايعقل ان يكون اعلان بعد يسوع المسيح بتامل انك تفكر بهاي النقاط الكتاب المقدس هو الكتاب الوحيد هو كلمه الله الله هو الاله الحقيقي وحده يسوع المسيح هو رئيس ايماننا ورئيس خلاصنا ويسوع هو الطريق الوحيد للخلاص هو الاعلان الكامل النهائي وهو الذبيحه النهائيه لا يوجد اعلان بعد يسوع المسيح وهذا ما نؤمن به المسيحيين اهلا احبائنا خليني اخذ مكالمة او اثنين وبرجع بستكمل بقية حديثي بعد ما لمستش الموضوع اللي لازم أتكلم عنه خليني أخذ المكالمة الأولى أخت فريال من بريطانيا أهلا وسهلا أخت فريال أخ نزار سلام ونعمة المسيح معك وحضرتك كل سنة وانت طيب وبألف خير شكرا وانت سالم أخ بالنسبة إلى سماع صوت الله صوت الله هو في الكتاب المقدس لان الكتاب المقدس هو صوت الله وكلام الله لكن في يقول الوحي الالهي في رساله يعقوب كونوا عاملين بالكلمه لا سامعين فقط خادعين نفوسكم يجب علينا ان نطبق الكلام في الكتاب المقدس لانه المسيحيه هي حياه هي عمل هي حياه مع المسيح وليس فقط قراءة الكتاب أو سماع المترو أو الذهاب إلى الكنيسة والأعمال الأخرى الأعمال الصالحة لا هي الحياة مع المسيح أولا هي التوبة نتوب عن الخطايا ونقبل المسيح ونعرف أنه إحنا خاطئين نحتاج إلى مخلص إلى طريق يودينا للحياة الأبدية ويعطينا الحياة الرب يسوع هو معطي الحياة فناخذه الرب مخلص وسيد وملك على حياتنا وبعد ذلك نستطيع أن نسير معانه طول الحياة مع الرب يسوع المسيح أما غير ذلك مهما ما عملنا ومهما ما فعلنا ومهما ما الإنسان تدين فتبقى الخطايا كما يقول الوحي الإلهي في الكتاب المقدس آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع الرب ما يسمع قبل ما نتوب عن الخطايا ونعمل بالكلمة في الكتاب المقدس نعيش الكلمة ونكون تلاميذ حقيقيين للرب يسوع المسيح. لا يوجد مخلص اخر ولا طريق اخر غير الرب يسوع المسيح له كل المجد اللي قسم التاريخ قبل الميلاد وبعد الميلاد والانسان اللي يعرفه يقسم حياته قبل قبل ما عرف الرب يسوع المسيح وبعد ما عرف الرب يسوع المسيح ترب مخلص على حياته واصلي للجميع هذا هذه الصلاه البعيدين عن الرب يسوع المسيح ان يعرفوه كمخلص ومعطي الحياة شكرا أخ نزار الرب شكرا لك ربنا يباركك شكرا كثير أخت فريال على هذه المداخلة الحلوة أخذ كمان مكالمة معنا حبيبنا أبو مهند من الأردن أهلا وسهلا أبو مهند كل عام وأنتم بخير أنت وأسرتك وإنت الكريمة وإنت بالصحة والسلامة إن شاء الله بإذن الرب أمين تفضل أبو مهند حبيبي وحبيبة أهل بيتي الأخ الحبيب نزار شاهين كلمتي كلمة تقول المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المصرة هذه تذكرنا دائما بوقوفك أمام مغارة الرعاة أمام مغارة الرعاة في كل في كل يوم أمام أمام بيتنا في بلدتنا بيت صحور كلمتي تقول فسيروا ما دام لكم النور لئلا يدرككم الظلام يوحنا 12 35 من جهه الله لا يوجد وقت متاخر للتوبه والخلاص ولكن من جهه الانسان قد يكون الانتظار طويلا لدرجه ان الرغبه تزول فيما بعد فيهمل الامر تماما كرجل تستطيع ملجا له وكل فكر قلبه هو الوقوع في سبات عميق مميت فيه واقع الشخص الذي يعيش دون الله بسرعه الى وضع مماثل انتحاري وخطير لقد حذرنا الرب يسوع من خطورة رجل النور ورفضه أنه أتى إنارة الذين هم في ظلمة فقد حذر بأن ربهم الدائم بحوج الله ليعمي أبصارهم وأذهانهم من معرفة الحق لدرجة فيها أنهم لم أن يستطيعوا أن يؤمنوا بما بعد كلمة هل كلمة الله من احتياجك الروحي ما دام انه اليوم يدعى اليوم رب يسوع المسيح الان ابو مهند لا استطيع ولكن لا تعلم ان اليوم الصوت وعادر. مش واضح ابو مهند يا حبيبي نزار شاهين شكرا جزيلا بالاخر كان الصوت مش واضح ابو مهند كل عام وانت بخير انت والاسره الفاضله وربنا يعطيك سنه مباركه ومثمره وشكرا كثير كثير على المداخله وهذا هو يعني صدقني كانه بال يعني بالوحي بالروح انه هذا كنت ما اريد ان اقوله انه مع كل هذا انت ذكرت الايه فسيروا ما دام النور يعني لكن للأسف كثير ناس عم ترفض هذا النور يسوع المسيح هو مش بس هو الحياة الأبدية وفيه الحياة كمان يسوع في يوحنا الأولى صح 2 وآية 25 وعدنا بالحياة الأبدية وبعدين لما بيتكلم عن الحياه لاحظ في في بدايه الاصحاح بقول فان الحياه اظهرت الحياه اظهرت وقد راينا ونشهد ونخبركم بالحياه الابديه التي كانت كانت عند الاب واظهرت لنا في الاصحاح الاول فاذا نحن نختار الحياه نختار محبه الله ونطيعه زي ما قرات في سفر التثنيه ان تحب الرب وان تلتصق به وان تطيعه وهذا يقودك الى الحياه والى الخير بتتمتع بفيضان بجميع بركات الرب لكن رفضه هو موت وشر وهذا ما حدث يعني بتشوفه في سفر التثنيه اصحاح سبعه اصحاح 28 وعلى فكره في كتير لعنات على الشعوب بسبب التهادن والمصايرة تعرفوا أن اليوم مئات الملايين الأطفال التي قتلت بسبب الإجهاض وهذا دم دم في صراخ بيصعد للرب فبيسألوني طيب يعني هو ليش الرب مش عم بدين لا هو الرب يعني ما يزرعه الإنسان فإياه يحصد ايضا في يوم لكل شعب ولكل انسان لكن لاحظ في العهد القديم الرب دان الشعوب قال اياكم عرفت من جم من بين جميع قبائل الارض لذلك اعاقبكم كان دبل المعاقبه لشعب الرب اللي كان يعرف عن الرب ولكنه ابتعد عن الرب اللي انكر الرب وما اكثر الانكار اليوم تصور انه اكثر مجموعه مضطهده اليوم هي جماعه المؤمنين بالرب يسوع المسيح في الغرب وفي الشرق بطل عندك مكان اسمه مدن الملجا انك تروح ومرات بالعكس يعني الاماكن اللي فيها اضطهاد صدقني هي بركه يعني في في دول مثل الصين والى اخره بتشوف ان المسيحيه عم تتكاثر في دول اللي بتمنع المسيحيه عم بتشوفها عم تتكاثر ولكن نصلي ان الله يغير القوانين حتى يكون يعني ان الواحد يختار دينه يختار حياته يختار فرحه يختار سعادته يختار ايمانه يختار ابديته طبعا اغلب الناس عم ترفض طريقه الكتاب المقدس في قوانين في شرائع اي شريعه بتخرج عن شريعه الرب يسوع المسيح تعتبر شاذه الرب يسوع مثلا شدد على الزواج رجل واحد امرأة واحدة بسميها عهد يكون الاثنان جسدا واحدا ما جمعه الله لا يفرقه انسان مع كل ذلك الانسان عم بفرق عم بقول له الله ابعد عنا احنا ما بنعرفك عندي اله تاني لهذا هذا التاني انا بسمح لي يعني كله مشرع يكون عندي زواجات واطلق واتزوج الاخرين هاي ضد مثلا شريعة المسيح واليوم في شرائع كتير في دول كثيرة زواجات غير يعني غير طبيعية ومسموح بها وإذا بتتكلم عن الزواج المسيحي تعتبر شاذ فإذا عم نقول الله إحنا مش عاوزينك إحنا في عنا قوانيننا القوانين بتاعتك ما بتناسبنا مع إنه الله عم بقول هاي لخيرك ومنفعتك وبركتك ولمصلحتك انك تحب الرب وتلتصق بالرب ولكن للاسف الانسان هو الانسان وهي نعمه أن الله اعطانا حريه الاختيار، شوف مثلا في يوحنا واحد مكتوب في اية 11: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا ان يصيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه الذين هون بصنفهم الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل بل من الله فهم بيوضح انه أجا لخاصته ولكن للأسف لم تقبله في يوحنا ثلاثة بتتوضح الصورة أكثر لاحظ بقول الكلام الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لانه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد وهذه هي الدينونه ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلم اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريره لان كل من يعمل السيئات يبغض النور لو حللت شو ما تحلل يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله فهو الفكرة ليه بحاربوا كلمة الله وبحاربوا الفداء وبحاربوا يسوع وهوية يسوع لأنه إذا أجا لتتغير حياته فلازم أنه يحارب هذه الفكرة لكن لاحظ بقول لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور حتى ولو في اسم الدين ولا يأتي إلى النور يعني أنت ما مشيت على طريق يسوع اللي قال عن نفسه أنا هو النور العالم أنا هو النور هو النور الحقيقي الآتي إلى العالم لكن عندما تأتي إلى يسوع حتما توبخ أعماله الشرح الكامل هاي الآية بقول وأما من يفعل الحق فيقبل إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمولة تعرفوا شيء عجيب بنفس الإصحاح بنفس السفر في إنجيل يوحنا إصحاح 12 مكتوب ومع أنه كان قد صنع أمامهم آيات هذا عددها لم يؤمنوا ليتم قول إشعياء النبي الذي قاله يا رب من صدق خبرنا ولمن استعلن ذراع الرب لهذا لم يقدروا ان يؤمنوا لان اشعياء قال ايضا قد اعمى قد اعمى عيونهم واغلظ قلوبهم لئلا يصير لئلا يبصر بعيونهم ويشعر بقلوبهم بقلوبهم ويرجع فاشفيهم تصور في ايه 43 بقول السبب لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله يا للعار يا للعار في يوحنا 11 ذكرت كمان آية 47 يوحنا 11 هاي بعد إقامة العازر شوف واحد أنتن قام من الأموات كل البلد شافته شو عملوا رؤساء الكهنة فجمع رؤساء الكهنة والفرسيون مجمعا وقالوا ماذا نصنع فان هذا الانسان يعمل ايات كثيره ان تركناه هكذا يؤمن الجميع به فياتي الرومانيون وياخذون موضعنا وامتنا اليس عشبا ان الدين نفسه من بدايه التاريخ من المصريين القدماء دايما مغلف او القضيه السياسيه مغلفه في الدين تعال الشرق الاوسط كيف بدك تقنع الناس دخل الدين تعمل فتوحات وغزوات وبتقضى على الناس وكل شيء بعدين كيف بتبرر نفسك دخل الدين احكي انه الله واحد اعمل بدكياته على طول غلفه في الدين والمسيح قال منذ القديم انه في ديانتين اما الرب اما تحب الرب او في اله اخر اسمه المال والغريب انه لما بتدرس كل البدع وكل الديانات القديمه اليس عجبا بتشوفها وراء الغزوات والحرب والسيف والرمح والخيل والطموحات والسبايا واخذ يعني اخر شيء داعش هذا هو بالضبط الدين الدين بحاول يربط نفسه في الله ولكن مش عم بقدم حل للجنس البشري. طبعا بقول ولا تفكرون انه خير لنا ان يموت انسان واحد عن الشعب ولا تهلك الامه كلها. سياسي سياسي سياسي. بتشوفها في الغرب، بتشوفها في الشرق كل السياسات بدك تظبطها شوي دخل الدين دخل الدين. وانا بقولها بكل محبه بكل احترام وعلى فكره هون انا بمس الكل. يعني حتى احنا المسيحيين مش مش بريئين من الموضوع، كم من التاريخ المخجل عندنا احنا المسيحيين استخدمنا السياسه باسم الدين وباسم الطموحات وباسم الاحتلال وباسم وباسم، فاذا في مرجع واحد هو الكتاب المقدس، في اله واحد هو الاله الوحيد وحده الذي لا شريك له، في مخلص واحد هو يسوع المسيح. فاذا ماذا تختار اليوم ماذا تختار الحياه ام الموت تختار البركه ولا اللعنه بتعرف احبائي مكتوب عن الناس احب الناس الظلمه اكثر من النور احب اللعنه فاتته احب مجد الناس اكثر من مجد الله احب الموت مكتوب واحب الباطل يعني بدل ما يحبوا الحق وصاروا بحاربوا على الباطل باسم الحق يعني تعموا ولانه تعموا صار يحاربوا الحق والحياه والخير باسم الباطل وهم يظنون انهم على حق لكن دعوه الرب هي القديمه الحديثه اختر الحياه وهذه الحياه هي من خلال يسوع المسيح اسرعوا قل له يا رب ارحمني انا الخاطئ بتوب تعال انت املك على حياتي وبصلي هذا يكون فعلا قرارك واختيارك اليوم للحياه الابديه